الحقيقه برضو عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع هام جدا، موضوع وكل جمهور النادي الاهلي هو بيتكلم معايا في هذا الامر. كل الناس اللي بتكلمني بتقول لي ان، وانا الحقيقه ما كنتش عايز اتكلم تاني في الموضوع ده، ولكن للمره الاخيره خلينا نتكلم بمنتهى المنطقيه في تجديد عقود اللاعبين الكبار، الاربعه الكبار في النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم عروضه للاعبين الاربعه الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي، سواء كابتن وليد سليمان، سواء كابتن احمد فتحي، سواء كابتن حسام عاشور، سواء كابتن شريف اكرام. كل واحد على حسب رغبته. النادي الاهلي عندما يقدم عرض هو يقدم عرض بعدما ياخد راي الجهاز الفني وبيضع بعض الاعتبارات الاخرى علشان يقدم عروضه للاعبين. النادي الاهلي قدم عرض لوليد سليمان، وافق عليه وليد سليمان، وهي حريه شخصيه. وجمهور النادي الاهلي لا ينسى، خدوا بال حضراتكم. النادي الاهلي قدم عرض للكابتن احمد فتحي، كابتن احمد فتحي رفض هذا العرض وقال ان هو سينتقل الى نادي اخر بنهايه هذا الموسم. تمام، حقه وهو حر. النادي الاهلي قدم عرض لكابتن حسام عاشور، ايضا العرض اللي اتقدم للكابتن حسام عاشور هو عرض غير مسبوق لما فعله حسام عاشور طوال 16 17 سنه من العطاء والانجازات في النادي الاهلي وداخل النادي الاهلي. ولذلك تم تكريم الكابتن حسام عاشور بتقديم عرض غير مسبوق لواحد من كباتن النادي الاهلي اللي كان من المفترض ان هو من وجهه نظره ان هو كان حاسس ان هو ممكن يكمل سنه او سنتين كمان، ولكن الجهاز الفني يعني شاف ان هناك بعض اللاعبين، وده كلام مستر فايرا الحقيقه لما طلع اتكلم في اون تي في او اون تايم تي في، لما طلع اتكلم مع كابتن شوبير وكابتن سيف قال هذا الكلام، قال ان يعني هناك لاعبين اخرين من وجهه نظره هم افضل من حسام عاشور في هذا المكان، وبالتالي قدم النادي الاهلي عرض غير مسبوق لكابتن النادي الاهلي. العرض ده كابتن حسام عاشور يرفضه هو حر، كابتن حسام عاشور يقبل بهذا العرض برضه هو حر، ولكن النادي الاهلي دايما لما بيدي عرض لاي حد بيدي عرض تقديرا لحاجات كثيره جدا، وبيضع في الحسبان امور كثيره جدا. كابتن حسام عاشور قبل العرض وقرر ان يعتزل بنهايه هذا الموسم، تمام. لم يقبل العرض وقرر ان ينتقل لاي نادي اخر، اي نادي اخر هو حر، نادي اكس، نادي زد، نادي واي، هو حر. كابتن حسام راجل اعطى بشكل كبير للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم في النهايه جمهور الاهلي لا ينسى، جمهور الاهلي لا ينسى. الامور هتفضل زي ما هي، والعرض اللي قدمه النادي الاهلي للكابتن حسام هو عرض غير مسبوق. انا كل شويه بقول هذا الكلام لانه كلام حقيقي، هو عرض غير مسبوق، وعلى كابتن حسام عاشور ان هو ان ياخذ قراره خلال الفتره القادمه. هو كابتن حسام لما بتيجي نتكلم معاه يقول لك يعني يا جماعه ادوني فرصتي، انا لسه بدري، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، لما نشوف الاول الموسم هيكمل ولا مش هيكمل، لما نشوف ايه اللي هيحصل، لما نشوف الامور هتمشي ازاي خلال الفتره القادمه. وهذا حقه في ظل العرض المقدم من النادي الاهلي، وبالتالي يرفض او يقبل، ولكن النادي الاهلي قدم بالفعل هذا العرض لكابتن حسام عاشور. يجي للكابتن شريف اكرامي، ايضا النادي الاهلي قدم للكابتن شريف اكرامي عرض او وافق على رؤية الكابتن شريف ان هو لن يستطيع ان يكمل وان هو عايز يلعب في نادي اخر، وبالتالي ثلاث لاعبين قرروا ان هم ما بين حسام عاشور لسه لم يقرر حتى هذه اللحظة، شريف اكرامي واحمد فتحي قرروا ان هم ينتقلوا من النادي الاهلي الى نادي اخر بعد نهاية هذا الموسم. هل ده الكلام ده يعيب النادي الاهلي؟ هل الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده الموضوع عرض وطلب يا جماعة؟ اللاعبين هم حرين، كل واحد وله رؤيته، كل واحد ادرى بظروفه، كل واحد ادرى بظروف بيته، كل واحد في اللاعبين دول شايف ان هو لا يقدر يكمل، خلاص يقدر يكمل في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. حسام عاشور ما لا هقدر او هعتزل او هكمل في نادي اخر. النادي الاخر ده ايه؟ نادي اي نادي، اي نادي انت عايزه روح. ولكن لما تيجي بقى تبص للموضوع من الاول للاخر هتعرف ان جمهور الاهلي لا ينسى،
جمهور الاهلي لا ينسى، جمهور الاهلي دايما بيضع كل الامور في دماغه وخلاص هيعرف مين اللي هيكمل ومين اللي مش هيكمل، مين اللي عايز النادي الاهلي ومين اللي مش عايز النادي الاهلي من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي، زي ما الاختيار دايما بيبقى في ايد اللاعبين وهم حرين، كل واحد ادرى بظروفه وادرى ببيته وادرى باللي بيحصل في البيت.